اليوم عندنا مشروع جديد، وهذا المشروع القادم نبي نسوي وجار ربيع على الأبواب، ونبي نسوي وجار. وهذا الحداد وهذا الوجار، بس ناقص فوق شوي وتحت والصبغ إن شاء الله. وسلامتكم. هذا الوجار، هذا قبل النهاية على قولتهم، باقي لنا بس لمسات نهائية. أنا أوريكم. طبعا هذا كله راح أصبغه أحمر، وهذا أسود، وهذا ذهبي، لون ذهبي راح أصبغ الزاوية هذه. هذا راح أصبغه. أعتقد هاي تعرفونها، ثلاجة، فريزر، عندك فريزر خربان لا تقطع، خذ المروح. ساعد ما تأخذ مات فريزر البيت، خرب فريزر لا تلاقيه بأي مكان يروح. أهم شيء يكون الهواء من الأمام، لأن أكثر يكون الهواء من الخلف. ما حتركبها بالطريقة هذه، علشان الهواء يطلع لفوق من المروح. تركب عندك سويتش، هذا السويتش ليش؟ تبي مروحة قوية، هواء قوي، تبي شو ضعيف، حسب شبة النار. ولا يطلع شرار يحرق الزولية ولا يحرق الخيمة، لا خفيف أساس لا يذوب. بعد ما خلصنا نشوف شو يصير عليها وأعطيكم خبر عنها.